بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب سنن الترمذي للإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثور بن موسى الضحاك البوغي الترمذي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين، آمين. الباب 41 بعد 200 من الكتاب الثاني، كتاب الصلاة أبواب الجمعة، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، باب ما جاء في فضل يوم الجمعة. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام الترمذي في سننه الحديث 90 بعد 400، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة ابن عبد الرحمن، قتيبة اسمه قتيبة بن رجاء، قتيبة اللي هو أبو رجاء، قتيبة كنيته أبي رجاء، ساعات يقول حدثنا أبو رجاء اللي هو قتيبة، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة ابن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، يسموها سلسلة الذهب في أسانيد أبي هريرة، يعني أقوى أسانيد أبي هريرة هذه السلسلة، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، يعني خير يوم في الأسبوع، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وكأن يوم الجمعة خصه الله سبحانه وتعالى بأحداث عظام، وهذه الأحداث العظام لا تكون إلا في زمن معظم، فإذا كانت الأحداث عظيمة لا يجعلها الله إلا في زمن معظم. خلق الله آدم وأسجد له الملائكة في هذا اليوم، وفيه أدخل الجنة، دخل الجنة، جنة الاختبار وليست جنة المأوى، جنة المأوى لا خروج منها، يبقى دخل الجنة هنا أي جنة الاختبار وليست جنة المأوى، لأن جنة المأوى لا خروج منها ولا تكليف فيها، لكن دي جنة الاختبار كان فيها تكليف، كويس. وفيه أخرج منها، طب والخروج من الجنة أمر عظيم طبعا، لأنه تم مراد الله من ظهور الذرية الكبيرة من هذا المخلوق المعظم عند الله، والذي بيّن فضيلته ليظهر من سلالته ومن ذريته مئات وآلاف من الأنبياء وملايين من الأولياء والصالحين، وليخرج ثمرة مراد الله من الأكوان وهو رسول الله ليظهر صلى الله عليه وآله وسلم يظهره في الأكوان. ولولا خروجه من هذه الجنة ما توالد وما تناسل وما تكاثر، فإذا خروجه من الجنة كان نعمة كبيرة ظهرت بها هذه الذرية المعظمة المكرمة التي في شمسها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضلها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كل هذه أحداث عظيمة، ولا يكون الأمور الحدث العظيم إلا في زمن معظم، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. أيضا قيام الساعة حدث عظيم جلل يتم فيه الحساب وإحقاق الحق وإظهار المراد، فأمر أيضا يوم معظم يوم القيامة. وإذا كان هذا الأمر كذلك فعليك أن تعظم هذا اليوم وتحترم هذا اليوم وتعبد الله وتكثر من العبادة في هذا اليوم، ومن أجل العبادات في هذا اليوم صلاة الجمعة التي نصليها،
ومن أجل العبادات أيضا الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه، وقراءة سورة الكهف، وكثرة الذكر حتى تصادف ساعة الإجابة، والاغتسال والتزين لحضور صلاة الجمعة. إذن هذا اليوم يوم موسم عبادة أسبوعي عند المسلمين جميعا. قال: وفي الباب عن أبي لبابة وسلمان وأبي ذر وسعد بن عبادة وأوس بن أوس. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. ويبقى أدخل الجنة جنة الاختبار، والراجح أنها على الأرض وليست هي الجنة التي سقفها عرش الرحمن، لأنه قال إني جاعل في الأرض خليفة. لما خلق آدم قال جاعل في الأرض خليفة، وخلقه من تربة الأرض. إذا الجنة الاختبار كانت في الأرض، هذا هو الراجح، وليست الجنة التي هي فوق السماء السابعة، لأن الجنة التي فوق السماء السابعة دي جنة المأوى، لا يدخلها إبليس أصلا. فهمت بقى؟ إبليس لا يدخلها أصلا، لكن في جنة الاختبار دخلها إبليس وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين. فهمت؟ فدل على أن جنة الاختبار غير جنة المأوى، والله تعالى أعلى وأعلم. والأمر فيه خلاف كبير بين العلماء، لكن أنا أقول لك ما أراه على حسب ما أعتقده أنه هو الراجح في المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. لم أكن مع أبينا آدم عندما كان في الجنة، ولكن المسألة كلها بمناقشة الأدلة. وفي الباب عن أبي لبابة وسلمان وأبي ذر وسعد بن عبادة وأوس بن أوس. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة، اللي هي ساعة الإجابة. وعن أبي قال: حدثنا، واليهود عملوها عكسوها، قال لك يوم الجمعة في ساعة نحس، على عادة اليهود يريدون أنهم يحزنوا الذين آمنوا، لأنهم شياطين الإنس، والشيطان يحب أن يحزن المؤمن، فيقوموا يشيعوا بين الناس أن الجمعة فيه ساعة نحس، والرسول يقول الجمعة فيه ساعة إجابة. فهمت؟ يعكسوا هكذا هم عادتهم وديدنهم، يحرفوا الكلم عن مواضعه. وبعدين بعض عوام المسلمين البسطاء يأخذوا هذه الكلمة وينشرونها بحسن نية دون أن يشعروا، والحقيقة على خلاف ذلك. باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة. وعن أبي قال: حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري العطار، قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، قال: حدثنا محمد بن أبي حميد، قال: حدثنا موسى بن وردان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس. خد بالك، هنا حدد الساعة بعد العصر، طب ما كان يبقى المفروض ما يبقاش فيه خلاف. فاهم؟ لكن الحديث ده ضعيف الإسناد، علشان حديث ضعيف الإسناد محلش الخلاف. فهمت بقى المسألة؟ قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه، ومحمد بن أبي حميد يضعف. اللي هو جاي في الحديث أهو، يبقى عرفنا أن الحديث ده حديث ضعيف، ولذا لم يرفع الخلاف في تحديد ساعة الإجابة، لأنه فيها مذاهب كثيرة في ساعة الإجابة، واضح؟ وأرجح الأقوال فيها أنها ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن ينتهي من صلاة الجمعة، دي أرجح الأقوال فيها. والقول الذي يليه في الرجاحة أنها تكون آخر وقت بعد العصر وقبل غروب شمس وقبل غروب الشمس من يوم الجمعة، يعني من بعد عصر الجمعة في آخر لحظة قبل غروب الشمس. ده القول الذي يليه من حيث الرجوح. يبقى عندنا قولان راجحان، أرجحهما أن هي ساعة صلاة الجمعة. فصلاة الجمعة عشان كده يسن في الخطبة الثانية أن تكون خطبة دعاء. فهمت ازاي؟ لأن دي ساعة إجابة بقى. ولذا سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء في الخطبة الثانية من الجمعة، حتى نقتنص هذه الساعة
ويعم المسلمين ايه رحمة الله بقبول دعائهم جميعا. ومحمد بن أبي حميد يضعف ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه، ويقال له حماد بن أبي حميد، ويقال هو أبو إبراهيم الأنصاري، وهو منكر الحديث. يعني إيه منكر الحديث؟ يعني يخالف الثقات، المناكير اللي هي أحاديث أسانيد ضعيفة تخالف ما هو أصح منه. فهمت إزاي؟ أدي معنى مخالفة الثقات، منكر يعني يخالف الثقات. ورأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الساعة التي ترجى فيها بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. وبه يقول أحمد وإسحاق، الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي قالوا أن غالبا هي ما بين، وخدوا بالحديث الضعيف ده، خدوا إيه بهذا الحديث الضعيف، قالوا يبقى هي ما بين العصر والمغرب. فهمت؟ وقال أحمد أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر وترجى بعد زوال الشمس، ولكن هذه الاحاديث التي حددت حديث ايه اغلبها ضعيف الاسناد. وعنه به قال حدثنا زياد بن ايوب البغدادي قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجمعه ساعه لا يسال الله العبد فيها شيئا الا اتاه الله اياه. قالوا يا رسول الله اية ساعه هي؟ قال حين تقام الصلاه الى الانصراف منها، يبقى صلاه الجمعه. قال حين تقام الصلاه اي الصلاه المعهوده يوم الجمعه اللي هي صلاه الجمعه التي فيها الخطبه. كويس؟ يبقى الالف واللام هنا في قوله الصلاه هي أي الألف واللام للعهد، أي الصلاة المعهودة يوم الجمعة. قال وفي الباب عن أبي موسى وأبي ذر وسلمان وعبد الله بن سلام وأبي لبابة وسعد بن عبادة وأبي أمامة قال أبو عيسى حديث عمرو بن عوف حديث حسن غريب، يبقى ده إسناده أقوى من الحديث اللي بعد إيه؟ اللي هو قال حديث بعد العصر. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي فيسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه. قال أبو هريرة فلقيت عبد الله بن سلام فذكرت له هذا الحديث فقال أنا أعلم بتلك الساعة، فقلت أخبرني بها ولا تضنن بها علي، يعني لا تبخل بها علي، ضن بالشيء يعني بخل به، ولا تضنن بها علي. قال هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. فقلت كيف تكون بعد العصر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلى فيها. شوف المناقشات العلمية. فهمت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يوافقها عبد مسلم يصلي إلا إيه؟ أجابه. فبيقول له إن بعد العصر ما فيش صلاة، ده مكروهة. إزاي بقى الحكاية دي؟ فقال عبد الله بن سلام أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ قلت بلى. قال فهو ذاك، يعني معناه لو قعد من العصر للمغرب منتظر صلاة المغرب في المسجد يبقى ايه هو في صلاة. فهمت ازاي؟ على هذا يعني المسجد يبقى معناها اذا اردت ان توافق هذه الساعة أكثر من 99% احضر صلاة الجمعة وافضل قاعد في الجامع لحد المغرب وانت انك ماشي. طب عايز توصل للساعة دي 100% من الفجر تمشي المغرب، تيجي يوم الجمعة من الفجر لما يكون لك حاجة يعني ملحة وعايزها قوي، ايه يعني يوم الجمعة تروح ايه جاي على صلاة الفجر وجايب معاك الاكل بتاعك والنسكافيه والقهوه وجايب كل معداتك، وهتقعد بقى في المجامع
لحد ما تخرجش منه الا بعد المغرب، وتقعد بقى مشغول في عبادة الله وذكر الله والصلاة على النبي وقراءة القرآن والتطوع ما شئت. زمان كنا بنعملها واحنا شباب، واخد بالك؟ سهلة يعني وجميلة كمان. مولانا لو في اللحظة دي أنا ذاكر ومش داعي، ما هو من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته ما أعطي خير ما أعطي السائلين. ما هو أنت انشغل بس في ذكر الله هيعطيك خير ما يعطي السائلين، فهمت؟ يبقى عندك طريقتين للحصول على هذه الساعة، إنك أنت تحضر من صلاة الفجر تخرج المغرب. واحد يقول لك لا ده كتير ما أقدرش، أنا كده ممكن أعيه وأمرض. طب يا سيدي تعالى من صلاة الجمعة وامشي على المغرب، فهمت ازاي؟ يبقى انت كده ايه يعني حافظت عليها اكيد، وده امر سهل ان شاء الله ميسر. هو ربنا اخفاها ليه؟ برضو حصل فيها نوع من الخلاف بين الفقهاء والاخبار متضاربة، علشان المسلم يجتهد اكتر يقوم يتعبد اكتر، يقوم ربنا يديله ثواب اكتر، فيبقى ربنا اخفاها لمصلحتنا، لان عارف ان احنا تنابلة نحب الكسل. لو قال لنا هي الساعة من كذا لكذا كل الناس تفضل نايمة، أول ما تقوم الساعة دي كله وبعدين يروح نمت. لكن ربنا عايزنا إيه؟ في عبادة مستمرة، فاهم؟ زي ما أخفى برضه ليلة القدر علشان نحرص على قيام كل ليالي رمضان خصوصا العشر، وهكذا. وأخفى الأولياء في وسط الأمة عشان نحترم كل الأمة. تقول لي فين أولياء الأمة؟ أمة المسلمين. تقول لهم كل المسلمين دول اللي أنا، كل دول أولياء إلا أنا، فهمت ازاي؟ لان المفروض الانسان يسيء الظن بنفسه. الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا. فتزكيه النفس دي كذب واثم مبين، فهمت؟ فربنا اخفى جميع الاولياء عشان كل مسلم تحترمه وتحطه على دماغك، فهمت بقى ازاي؟ تقوم تحترم كل الامه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى من رحمته أخفى أشياء في أشياء، أخفى أشياء في أشياء. قال أبو عيسى وفي الحديث قصة طويلة. قال أبو عيسى يعني مروي هذا الحديث بطول أكتر في إيه؟ في موطأ الإمام مالك وسنن أبي داود بتفاصيل أكتر، لكن هي حول هذا الموضوع. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. قال ومعنى قولي أخبرني بها ولا تضنن بها علي، لا تبخل بها علي. والضن البخل، والضنين المتهم، والضنين المتهم. باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة. يوم الجمعة طالما هتحضر في المسجد مخافة أن يتأذى الناس من رائحة عرق بعضهم البعض، فإيه سن الرسول صلى الله عليه وسلم لنا سنة عظيمة، وهي أن نغتسل يوم الجمعة قبل المجيء إلى الجمعة. هذا لمن حضر الجمعة يتأكد في حقه الاغتسال، أما من ليست عليه جمعة فلا يتأكد في حقه الاغتسال طالما مش هيحضر الجمعة، كأن كان مريضا أو مسافرا أو امرأة، لأن المرأة ليس مفروضا لها أن تحضر الجمعة، إن حضرت انعقدت صلاتها صحيح، لكن ليس مفروضا عليه أن تحضر. وكذلك العبد أيام ما كان في رقيق، فهمت؟ وكذلك المريض لا يحضر الجمعة، والمسافر لا يحضر الجمعة، يعني غير واجب. فإن حضروا انعقدت لهم جمعة وصحت منهم الجمعة، فهمت ازاي؟ باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة. يبقى الاغتسال من أجل الحضور للصلاة، لا من أجل يوم الجمعة كزمن، بل من أجل الحضور للصلاة. وعلشان كده قالوا الاغتسال أفضل أن يكون قبل المجيء للمسجد مباشرة، ويدخل وقته من طلوع فجر يوم الجمعة إلى صعود الإمام على المنبر أو جلوس الإمام على المنبر، ثم بعد كده خلاص ما بقاش في غسل جمعة، فهمت بقى؟ وعنه به قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى الجمعة فليغتسل. والأمر هنا للوجوب، حمله الأحناف للوجوب فقالوا غسل جمعة واجب عند الأحناف، فهمت ازاي؟ والشافعية حملوا الأمر على الندب،
والتأكيد، يعني أنه أمر مسنون مؤكد وليس واجب، سنة مؤكدة يعني، بدليل أدلة أخرى. منها مثلا أن سيدنا عثمان جاء متأخرا في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب في يوم جمعة، جاء من السوق مباشرة بعدما توضأ، وسيدنا عمر كان على المنبر، فهمت إزاي؟ ولم يغتسل. قال: ما سمعت الأذان وأنا في السوق إلا توضأت وجئت. يبقى عارفين إن إن الغسل لو كان واجبا لكان اغتسل، لكن وأقره وقال له إيه، ما قالوش إنك أنت كده آثم وتركت واجبا، لم يقل له ذلك، فهمت؟ فبمجموع الأدلة دل على أن غسل الجمعة مؤكد للحضور للجمعة وليس واجبا، يعني لا يأثم من تركه. يقول: من أتى الجمعة فليغتسل. قال: وفي الباب عن عمر وأبي سعيد وجابر والبراء وعائشة وأبي الدرداء. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وروي عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله ابن عمر عن أبيه عن النبي. يعني عبد الله بن عمر كان أحد أبنائه مسميه عبد الله برضه على اسمه، عبد الله بن عبد الله بن ابن عمر. روى الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا. قال: حدثنا بذلك قتيبة، قال: حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال محمد اللي هو الإمام البخاري محمد بن إسماعيل. وحديث الزهري عن سالم عن أبيه وحديث عبد الله بن عبد الله عن أبيه كلا الحديثين صحيح. وقال بعض أصحاب الزهري عن الزهري قال: حدثني آل عبد الله بن عمر، عشان آله يعني أولاده، لأنه عن سالم وعن عبد الله، فقال آله عشان يختصر ويجيبهم الاثنين يعني. قال: حدثني آل عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر. قال أبو عيسى: وقد روي عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة أيضا، وهو حديث حسن صحيح. رواه يونس ومعمر عن الزهري عن سالم عن أبيه بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب يوم الجمعة، يبقى في خلافته، إذ دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح أن هذا الذي دخل كان سيدنا عثمان بن عفان بلا خلاف بين علماء الحديث والمفسرين. إذ دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أية ساعة هذه؟ ساعة هذه؟ سيدنا عمر بقى إيه؟ قطع الخطبة وبيلومه لما لقى دخل وهو في أثناء الخطبة، تأخر يعني. بيقول له: أية ساعة هذه؟ فهم منها أن السؤال مش بيقول له الساعة كام؟ يقول له مثلا الساعة 12 وربع، مش معنى كده. هو فاهم أنه كده بينكر عليه أنه تأخر يعني. فهمت بقى إزاي؟ فاللي مش هيفهم العربي هيقول له إيه؟ والله الساعة الوقت 12 وربع. مش بيسأل عن الوقت، هو استفهام استنكاري، بيستنكر ازاي انت تيجي في وقت متأخر وانت من اوائل صحابة النبي يقتدى بك. فهمت ازاي؟ الناس بتقلدك، ده انت عثمان بن عفان، ازاي تيجي كده وتدخل متأخر؟ المفروض تيجي بدري عشان الناس تتعلم منك التبكير، فهمت؟ فكان سؤاله سؤال استنكار عليه. إنه كيف تأخر؟ فقال: أية ساعة هذه؟ فقال: ما هو إلا أن سمعت النداء وما زدت على أن توضأت. قال: والوضوء أيضا؟ يعني كمان ما اغتسلتش؟ يعني جاي متأخر وكمان ما اغتسلتش؟ فهمت إزاي؟ والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل. يبقى في بعض الصحابة فهموا أمر النبي بالغسل أنه حتمي يعني واجب، وبعض الصحابة فهموا أن أمر بالغسل أنه ليس حتما بل على سبيل الاستحباب. فهمت إزاي؟ زي سيدنا عثمان. يبقى حتى المذاهب دي كانت من أيام الصحابة، بعضهم فهم الأمر على الحد، وبعضهم فهم الأمر أنه على سبيل الحذف وإيه والندب وليس على سبيل الوجوب. وعن أبي حدثنا بذلك أبو بكر محمد بن أبان قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. عشان كده سيدنا عثمان بن عفان بعد كده لما بقى خليفة عمل ايه؟ عمل اذان في السوق قبل اذان الجمعة اللي في المسجد عشان ينبه اهل السوق يروحوا يغتسلوا ويتوضوا ويعملوا على ما يروحوا يجي الاذان الحقيقي،
فهمت؟ سيدنا عثمان بسبب الحادثة دي فضل هو فاكرها لحد ما بقى خليفة، وما كانش عندهم ساعات زي الوقت احنا كده، الوقت كلنا عندنا ساعة، وعندنا الموبايل في ساعة، وعندنا الراديو شغال في ساعة، وعندنا إذاعة القرآن الكريم، يعني عندنا وسائل كتيرة للإيه؟ لمعرفة الوقت. لكن هم أيام ما كانش عندهم غير حركة الشمس، فهمت؟ فسيدنا عثمان عشان كده إيه ابتدى يعمل إيه؟ أذان الزوراء، اللي هو الأذان الأذان اللي في السوق قبل أذان الجمعة بحوالي تلت ساعة ونصف ساعة، علشان أهل السوق ينفضوا سريعا ويستعدوا لصلاة الجمعة بالغسل والوضوء وتغيير ملابسهم والحضور إلى المسجد. قال وحدثنا عبد الله بن عبد وقال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث عن يونس عن الزهري بهذا الحديث، وروى مالك هذا الحديث عن الزهري عن سالم قال بينما عمر بن الخطاب يخطب يوم الجمعة فذكر هذا الحديث. قال أبو عيسى وسألت محمدا عن هذا فقال الصحيح حديث الزهري عن سالم عن أبيه. قال محمد وقد روي عن مالك أيضا عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو هذا الحديث. باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة. وعن أبي قال في حديث وارد احنا كنا قريناه زمان، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، واجب اهو بالنص كده، واجب على كل محتلم. فإمام الشافعية ومن وافقهم أنه واجب على المحتلم إن كان جنبا، لأن قال محتلم، فهمت بقى؟ وفهمه غيرهم أنه واجب على المحتلم يعني المكلف، لأن الاحتلام هو إيه؟ هو علامة التكليف، فهمت المسألة؟ عشان أنا بفهمك إن النص واحد وقد يفهم بطريقة وتكون هذه الطريقة وجيهة، وقد يفهم بطريقة أخرى وتكون الطريقة الأخرى وجيهة أيضا، فهمت بقى المسألة؟ علشان يتسع قلبك وصدرك لاختلاف المزاج، فهمت؟ وعن أبي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وأبو جناب يحيى بن أبي حية عن عبد الله بن عيسى عن يحيى بن الحارث عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وغسل، من اغتسل يوم الجمعة يعني اغتسل بنفسه، وغسل يعني أمر غيره أن يغتسل. بعض الناس فهموا إيه؟ إنه يأتي زوجته عشان يجعلها تغتسل، بس ده يحتمل آه، بس مش كده وبس، إنك أنت تأمر أولادك يغتسل، تأمر أصدقائك يغتسل، يبقى فهمت إزاي؟ من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع، بكر يعني يجي مبكر، وابتكر اجتهد أن يبكر، يبقى ابتكر يعني اجتهد أن يبكر، يبقى بكر يعني جاء مبكرا فعلا، وابتكر يعني اجتهد أن يأتي مبكرا، ودنا يعني من الايه من المنبر، ودنا واستمع وأنصت يعني استمع للخطبة وأنصت إليها، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها، هذا ثواب كبير تحرص عليه. قال محمود قال وكيع اغتسل هو وغسل امرأته، يبقى ده تفسير مين؟ وكيع. قال ويروى عن عبد الله بن المبارك أنه قال في هذا الحديث من غسل واغتسل يعني غسل رأسه واغتسل، من غسل واغتسل. قال وفي الباب عن أبي بكر وعمران بن حصين وسلمان وأبي ذر وأبي سعيد وابن عمر وأبي أيوب، قال أبو عيسى حديث أوس بن أوس حديث حسن، وأبو الأشعث الصنعاني اسمه شراحيل ابن أداة، وأبو جناب يحيى بن حبيب القصاب الكوفي. ونقف على باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم يسر أمورنا تستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي،
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.